ليه ماك مش برجر كينج او العكس؟ وليه كوكا كولا مش بيبسي او العكس؟ وليه ايفون مش سامسونج؟ طيب كتير جدا بنلاقي نفسنا تلقائي بنسال نفسنا الاسئله دي، وطبعا في غيرها كتير كمان. يعني لو عايز عربيه اكثر امانا هات فولفو، ولو عايز موبايل مش بيبوظ هات ايفون، وعايز شبكه قويه بلاش دي. وده موضوع حلقتنا النهارده، البراندنج العظيم، الخلطه السريه. اهلا بيكم في برنامج الوصل. البراندنج هي كلمة بتتقال على العمليات اللي بتتم من خلال الشركة لإظهار الميزة التنافسية أو القيمة الفعلية للمنتج أو الخدمة، وهو ما يعرف بالفاليو بروبوزيشن. الإنجذاب واعتماد المنتج أو الخدمة بيكون ليه خلطة سرية. ركز معايا كده، كلت، لا مش عشان تركز فلازم تاكل، كلت هنا هي الخلطة السرية لأي عملية تسويقية. نو لايك تراست. احنا لما بنيجي نعمل إعلان عشان المشاهد أو العميل ينجذب ليه بنفكر ازاي تعرفنا ليه نوينج، وتعرفنا كويس قبلها، وبعد كده نذاكر كويس الكونسيومر بيهيفير بتاعك عشان نعرف نعمل اي كاتشنج كويس عشان تلايك الاعلان بتاعنا. وبمجرد اعجابك بالاعلان ده بتبدا مرحله ورحله الثقه والاعتماد. ده كان زمان سهل شويه، لكن حاليا مع تعدد الخدمات والعروض اصبح الثقه والاعتماد امرين مهمين جدا واهداف مهمه قوي لاي ماركتير. عشان كده بتلاقي شركات زي كوكاكولا، فودافون، ماكدونالدز تصرف اعلانات كتيرة جدا بالرغم انها مشهورة وليها ماركت شير كبير جدا عالميا، لكن كل ده للحفاظ على تراستينج والتميز والبوزيشنينج والولاء للعلامة التجارية. ايوة، في لويالتي اللي هي الولاء للعلامة التجارية، وده اللي بيجي بعد الثقة اللي هي تراستينج. وده حلم اي ماركتير في العالم، انه يحول عميل شركته لشخص يوصي او بيركومند براند الشركة، وليس فقط انه يعتمدها لنفسه. تعال اديلك مثال. لو معاك ايفون فكر معايا كده واكتبلي في الكومنتات تحت كم واحد نصحته من اصحابك ومعارفك انه يغير تليفونه الايفون، برغم انك مش بتشتغل حتى مبيعات مع ابل، بس بتثق فيهم جدا وفي جودة الخدمة وفي جودة المنتج بتاعهم. الماركتير الحقيقي هو اللي بيبني العلاقة بين العميل والشركة، هو اللي بيجذبه وبيحافظ عليه وبيحوله لموظف مبيعات غير مباشر. كمان اقولك على حاجة، الفيديو ده كل فريقه من قسم الماركتنج، الفكرة من الكرييتيف دايركتور، واللي بيقدم الفيديو دوت البيزنس ديفلوبمنت، اللي كتب الحلقات دي الكونتنت كرييتر، اللي صمم الاستوديو ده واللي نفذ الفيديو ده هو فريق الفي اف اكس، المزيكا اللي انت سامعها ديت من الميوزك كومبوزر، اللي حط الفيديو ده في الاعلانات واستهدفك انت وعشان عارف اهتماماتك كويس ده فريق الاس اي ام والسوشيال ميديا والاس اي او. الفيديو ده نازل من كور ديجيتال اللي حققت وبتحافظ على العلاقه بينها وبينك زي ما قلنا من شويه. اشتغلنا على نفسنا عشان تعرفنا اكتر، فكرنا في افكار بره الصندوق عشان تعجب بده، وفي كتير وثقوا فينا وماشيين معاهم. فاضل انت بقى تابع الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه عشان تعرف كويس ساعتها كلت ولا لسه. نشوفكم على خير وانتوا دايما متواصلين.